مقشب مغمض عينيه وهو كيترعد ومجسد ديالو كتخرج اهتزازات خفيفه اللي كتدلال الخوف. اما موراه كان داك الكائن الغريب تحرك وهو جاي قصدو. هذا الكائن هذا كان متوسط الطول وما لبس عليه حتى شي حاجه، ولكن الحاجه الغريبه ان الجسد ديالو كان كله مغطي بالشعر، وفوق راسو من بين هاد الشعر كانوا خارجين جوج قرون اللي صغيره. اما بالنسبه لذاك الشاب فكان لابس واحد الملابس اللي غريبه شي شويه، بين انها ماشي من هاد العصر هذا، وحتى من الملابح ديالو كانت حتى هي بدورها غريبه. اول ما طيح عينيك على هاد الملامح هادو غادي تعطيك انطباع انها ماشي عربيه، ولكن في نفس الوقت باش ما نكذبوش على الله، ملامح اللي عندها حقها من الوسامه. هادشي كامل فواحد المنظر اللي حتى هو بدوره واحد المشهد اللي غريب بزاف. كان هاد الشاب هذا واقف في واحد الغرفه اللي كانت خاويه تماما، من غير واحد الشمعه شاعله اللي كانت في الارض بجنب داك الشاب اللي كان مغمض عينيه، وعاطي بظهرو لذاك الكائن متبع التحذيرات اللي سمع قبل ما يحضر الكائن او للكائن. التحذير اللي كان كيقول انه خاصو يغمض عينيه وما يشوفش وراه منين يحضر الكائن واخا يوقع اللي بغى يوقع. كان الحوار بيناتهم بواحد اللغه اللي غريبه كتشبه اللغه العربيه، يمكن الفارسيه. اشنو بغيتي البروش؟ خرجت هاد العباره بواحد النبره اللي خافته من داك الكائن اللي كان ورا الشاب، خلات تبوريشه تجري في كل حمو جسدو. غادي يرد عليه الشاب بواحد النبره اللي كترعد من الخوف. بغيت القوه، بغيت القوه والقوه المطلقه والامل في هادشي اللي بقى لي من حياتي. غادي يقرب داك الكائن من الشاب حتى بقات بيناتهم غير المسافه ديال شي سنتيمترات اللي قليله. غادي يقرب الفم ديالو من الودن ديال الشاب وغادي يهمس ليه. الا بغيتي القوه جاتك، نعطيوكم القوه ما عندنا حتى شي مشكل، ولكن الا بغيتي السيطره راه خاصك تضحي بزاف ديال الحوايج باش غادي يقطعوا الشاب. وانا موافق. رد عليه الكائن، اذا دور الوجه ديالك لعندي وبلا ما تفتح عينيك ونفذ هادشي اللي غادي نقول لك بالحرف. خليونا دابا من هاد المشهد هذا خليوه بعيد، غادي تنتقل بين الروايه لجهه اخرى. فغادي يدور يوسف عند صاحبه وغادي يسولو شنو بان لك في صور الاسباكيه. رد عليه صاحبه، ممل واحد الدرجه اللي ما تصور، شنو غادي نستافدو حنايا من محلات كتبيع كتب قديمه ما زاويه والو. جاوبو يوسف، من نيتك راه هذيك جنه صاحبي، تخيل معايا كل ما غادي تحتاج من كتب قديمه بوراقها الصفر اللي ريحتهم ما تتقاومش، وذاك الغلاف الغليظ اللي كيحسك انك شاد التاريخ كله بين يديك ماشي غير مجرد كتاب. كانت هذه اول مره غادي يزور يوسف صور الاسباكيه اللي كان كيسمع عليها ان واحد البلاصه اللي قديمه. بدا يوسف كيتخيل في دماغه كيفاش غادي تكون البلاصه تمايا، ورسم في بالو واحد السور اللي طويل وباقيين الكتب مفرشين الكتب ديالهم على طول داك السور، ولكن منين وصل غادي يشوف عكس داكشي اللي تصور. صف من المحلات الخشبيه ولا الاكشاك اللي ملاصقين مع بعضياتهم، حس براسو على انه غادي باش يتقدى خضره ولا ديسير، ماشي غادي باش يشوف كتب ولا يشري كتب. المهم على اي حال حاول انه يستمتع وهو كيتفرج ويشوف دوك الكتب اللي كان كيحلم شي نهار انه يشريهم. اصلا هو تربى على المجلات ديال ميخيات، هادشي فاش كان صغير كان كيقرا ميكي ماوس ومجلات بحال هكذايا. منين بدا كيكبر شي شويه قرا لي روايات بوليسيه رومانسيه وقرا حتى شي روايات ديال الرعب بحال هكذايا، ولكن في هذه المره هذه قال انه غادي يمشي للصور الاسباكيه وانه خاصو يشوف شي كتب، خاصو يقرا كتب كبيرة الحجم وثقيلة الوزن. ما تعرف هاد الكتب هادو تعطيه من العلم الوفير الكيمياء اللي كان كيحلم بها. مرحبا تفضل سيدي تفضل، قول لي اسمي ديال الكتاب وانا غادي نحضرو لك. كانت هادي عبارة من واحد السيد من بائع الكتب ليوسف. يوسف اللي كان ما موالفش انه يسمع بحال هاد الهضرة هادي من عند الناس اللي كتبيع الكتب، هل يعتبر ديك العبارة مجرد صواب او مواد زايدة ولا شي حاجة بحال هكا؟ داكشي علاش بالفعل غادي يمشي يقصد داك السيد. قال لي مول محل، مرحبا سيدي تحت امرك، اش مكتب خاصك؟ جاوبو يوسف، بغيت شي كتاب قديم. رد عليه مول المحل، واخا مرحبا سيدي قول لي السميه ديالو ونحضروا لك نجيبوا لك. قال لي يوسف بصراحه ما عارفش، المهم كتاب. قال لي البائع شنو واش كتنز عليه ولا شنو؟ رد عليه يوسف، لا ما كنتنز عليك ما والو، انا بغيت اي كتاب قديم كيهضر على حاجه مهمه صافي هادشي اللي بغيت. غادي تفرقع عليه مول المحل بالضحك، حتى ولا الوجه ديال يوسف احمر وكثر ما حشم منه. مي تعرف شنو باغي؟ ديك الساعه انا تحت امرك، ديك الساعه اجي اطلب. غادي يتحرك يوسف وهو صاحبه لواحد المحل اخر كيقلبوا علاش من الكتب كاينين فيه. غادي يشوف ذاك المحل خليط من الكتب، كتب دينيه، كتب فضائح، كتب سياسية، كتب جنسيه، مجلات اجنبيه وعربيه. ولكن رغم هذه الروينه كامله ديال الكتب اللي لقات تمايا، كان يوسف حاس في الداخل ديالو بخيبه امل، حيت هو براسو عارف راسو انه ما عارفش اصلا شنو باغي. بقى هو صاحبه كيضرب بين دوك المحلات كيقلب على كتب قديمه، واخا هو اصلا داخليا كان عارف انه ما غادي يشري والو. المهم اللي ما شري تنزه شويه، غادي يقول لي صاحبه شي شنو؟ انا راه عايش اخويا، يلاه نمشيو لذاك الكرسي اللي هي ديال الحديد، جلسوا نرتاحوا لنا شي شويه. رد عليا يوسف، اصبر زيد صبر معايا شي شويه، ما حلوا لا جوج كاع، الا كثرنا كاع والله يجعل البركه نشوف حالنا. فهاد اللحظه بدات ما تعرفها مصادفه ما تعرف شنو. المهم يوسف غادي يشوف واحد الراجل شيباني جالس في الارض في المحل ديالو. هاد المنظر هذا ما عرفتش علاش شد الانتباه ديال يوسف وغادي يمشي يقصد ذاك المحل. السلام عليكم الحاج. غادي يهز ذاك الشيباني الوجه ديالو اللي كان كله تجاعيد لجهه يوسف. شاف في يوسف باش غادي تبان لي ان عينيه اليسريه كاملها بيضاء. رد عليه داك الشاف، وعليكم السلام اولدي. اسمح لي الحاج، قول لي واش كتبيع الكتب القديمه هنايا؟ غادي يضحك داك الحاج، كتب قديمه اولدي؟ ضحك بواحد الضحكه اللي كتبين على الطيبوبه ديال مولا. انا اصلا اولدي كما كتشوف ما عندي هنايا الا الكتب القديمه. قلب في الرفوف واختار اللي يعجبك منهم. يوسف ملي سمع هاد الهضره هادي ما نخبيش عليكم انه من الداخل ديالو فرح، خصوصا انه غادي يقدر يشوف الاسماء ديال الكتب لما يخلص حتى درهم. انا هادشي من غير انه اول مره غادي يسمع قلب بين الرفوف، حيت اصلا في العاده كتمشي عند مول
المكتبه كتقول لي اسمي ديال الكتاب خاصو هو اللي يقلب لك عاد باش يعطيك الكتاب، اما انت باش تقيس كتاب ممنوع. بدا يوسف كيقلب بين دوك الكتب وبالفعل غادي يلقى بزاف ديال الكتب، الرمه ديال الكتب. هذه الارواح الى بلاد الافراح، مذبحه القلعه برؤيه جديده، نظم الملك، العرائس تهافت تهافت، انهيار دوله البطاليسه. كان يوسف كيدوز عينيه على كل كتاب باش يقرا الاسم ديالو، ولكن ما لفت الانتباه ديالو غير واحد المجموعه ديال الكتب كانت مربوطه بواحد القنبه اللي غليظه، كان الاثر ديال القنبه مطبوع على الغلاف الفوقاني ديال الكتب. وهادشي اللي كان كيبين شي حاجه، كيبين بانه من مده طويله هاد القنبه هادي رابطه دوك الكتب على الله شحال من عام هما مليوحين تبايا. مشى يوسف لديك المجموعه قطع ديك القنبه وبدا كيقرا الاسماء الغريبه ديال دوك الكتب. الهياكل السبعه، الدر والترياق، الاجناس لاصف بن برخيه، المنظومه السباعيه، شمس المعارف الكبرى، الاربع الادريسيه، المفتاح الكبير لسليمان، الدر المنظم في سر الاعظم، النور المبين في تحضير القحرين. ما عرفتش يوسف السبب ديال ديك التبورشه اللي حس بها في اللحم ديالو من بعد ما قرا الاسماء ديال هاد الكتب هذه. وهنا غادي يطيح العين ديالو على واحد الكتاب اللي شد الانتباه ديالو اكثر من الكتب الاخرين. في الواقع ما كانش كتاب بالمعنى ديال الكتاب اللي كنعرفوه، بل كانوا عباره تقريبا على شي سبعه ديال الورقات اللي كبار جمعهم واحد الخيط من الجهه ديال اليمين. ولكن اللي خلى يوسف يستغرب اكثر هو ملي قاس داك الورق، كان هاد الورق هذا من نوع اللي حرش وغليظ، كان مكتوب فوق الورقه الفوقانيه بواحد الخط يدوي روايه الرحاله احمد بن اسحاق البغدادي. فغادي يشوف يوسف صاحبه قال له شنو بالك في هاد الورق هذا؟ جاوبو صاحبه في استهزاء وقال له شنو الورق الله يهديك؟ ما بين الموضوع بحالو بحال خوتو فلان بن فرتلان تلاقى بواحد السيد نهار الفلان فلاني ومن بعد الوالي امر انهم يتدفحوا من بعد الخيانه ديالهم ليه، تخربقوه لا غير، ثق بيا ما غاديش يعجبك داك الورق، الوح الوح عليك، اصلا داكشي اللي غادي تلقاو زدوك الوراق غادي تلقى بزاف الكتب ديال المقررات الدراسيه اللي قريناها في الثانوي، واللي بحالهم نيت كانوا كيهضروا على نفس هاد المواضيع هادو التافهه، اغتيال ولي عهد النبس علي الطالب صربي تخربق بحالك وتايا، رد عليا ولكن ما عرفتش انايا، هاد النوع ديال الورق بينا فيه قديم ها وقديم بزاف، وشكون عرف؟ يقدر يكون نادر، هادشي ربما كيدل على ان الثمن ديالو اصلا غادي يكون غالي وغالي بزاف، بين اصلا انني ما غاديش نقدر نشري فين وما عندي الفلوس انايا باش نشري اصلا، ما عرفتش شنو غادي دير، خلينا بعدين نسولو داك الشاف على الثمن ديالو، نشوفو شحال ليرة هاد العجب هذا، الحاج الحاج شحال الثمن ديال هاد الوراق هادو؟ هز لي يوسف ديك الرزمة ديال الوراق باش يقدر زعما داك السيد الشارف من المكتبة أنه يشوفهم. جاوبو داك الراجل الشارف بلا ما يهز راسو، جاوبو إجابة اللي عادية 10 جنيهات. رد على يوسف داج شنو قلتي دابا 10 جنيهات؟ واش هادشي اللي سمعت؟ إيه ولدي 10 جنيهات، أي كتاب تمايا أي كتاب لقيتيه أي حاجة لقيتيها ب 10 ديال الجنيهات، أزلو تخيار. غادي يدور يوسف عند صاحبو قال لي صافي أنا غادي نشري هاد الوراق هادو. صاحبو بصراحة ما عجبوش الحال خصوصا أن يوسف ترجع في الكلام ديالو، كان غادي يعترض ويمنعو لولا أن يوسف حشي يديه في جيبو جبد 10 دراهم وغادي يمدها لذاك الحاج، ولكن ذاك الحاج بقى داير هكذايا ما متحركش من بلاصتو بحال تقولو اصلا ما كيشوفش النظر ديالو ما كاينش. قال لي يوسف الحاج هاك شد تخلص، هز الحاج يديه للفوق وهو كيحاول يلقى اليد ديال يوسف باش يجد الفلوس يتخلص. قال لي يوسف اسمح لي يا ولدي اسمح لي يا ولدي الصحه كيما كتشوف راه مشات ما كنشوفش مزيان بعيني الوحيده، راك عارف الانسان ضعيف منين كيكبر. هنا غادي يقول يوسف في راسو بلاتي 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 بعدا ها بين بلي الشارف اصلا ما شافش الكتاب اللي خديته، داكشي علاش قال لي اصلا 10 جنيهات بين ان الثمن ديالو غالي وغالي بزاف، ولكن حيت شوفو قليل ما شافش اصلا شنو الكتاب اللي سولتو عليه، صفقه رابحه بصراحه. غادي ننتقل بين المشهد عاوتاني لجهه اخرى من بعد ما شرا يوسف هاد الوراق هادو. يوسف جالس قدام بيسي ديال الكمبيوتر ديالو كيف ما عادش ما كيدير والو، من غير انه كيدخل مره مره الايميسين او يتفرج في مزرعيات او فيديوهات ويكتب مره مره تعاليق على داكشي اللي كيتفرج فيه، كيبقى على هاد الحاله هادي حتى كتطلع الشمس. كانت هذه العطله ديال نص العام، ما هي الا ايام قليله ما غادي يتسالي ما بقى ليها والو. هاد العطله اللي دوزها يوسف كامله قدام البيسي ديالو او الدوران في القهوي في الليل مع اصحابه حتى يطلع الصباح، كانوا كيشربوا كميات كبيره ديال المنبهات اتاي والقهوه بلا حتى شي سبب واضح، كيقصوا يهضروا في شي امور اللي تافهه اصلا وما عندها حتى شي بعدا. في واحد الليله عادي وبين ما يوسف جالس صار مع البيسي ديالو، عندكم تسمعوا بيسي تشربوا شي بيسينز شحال هذيك انا بوانتيم دو بوانتيم كات يلاه كيحل لك اي ميسين ولا يحل لك ايميل ولا يحل لك شي حاجه ممكن يحل لي شي حاجه خفيفه وصافي. على اي حال كان قريب الفجر بقات لي غير شي ساعه هكاك تقريبا، غادي يوصل ليوسف واحد الميساج في الايميل ديالو من شخص كيطلب انه يدوي معاه، هذا الشخص اللي غادي يعرف يوسف انه صاحبه اللي مشى معاه للصور الاسباكيه. قال لي يوسف اش اخبارك؟ مالك مصيفط لي انايا مالك مصيفط لي في الايميسين؟ رد عليه صاحبه الحمد لله وفين هذا الشيء خبرات صاحبي مده ما شفناك مده ما شفتيني الله يهديك رجوع اول البارح كنت معاك في الصور الاسباكيه كضحك عليا ولا شنو؟ نقول لها قريتي دوك الوراق اللي شريتي ولا باقي؟ شنو بالك في داك الشيء عجبك ولا غاتفاها كيف ما قلت لك غتيال ولي عاد نمت على الطالب صربي وداك التخربيق؟ جاوبو يوسف الله فكرتيني فيهم نسيت كاع باقي ما قريتهم، ولكن ان شاء الله في اقرب وقت راه غادي نحاول انني نقراهم. من بعد غادي يكملوا الهضره ديالهم بحال اي جوج دراري صحاب كيهضروا في مواضيع الخاويه راكم عارفين. من بعد ما سالوا الهضره حس يوسف بانه باش يرضي نفسه على دوك الجنيهات اللي عطاه داك الكتاب خاصو على الاقل يقراه ويشوف علاش كيهضر. وهنا غادي يجيب داك الكتاب
وغادي يحطو قدامه سبعه ديال الورقات من الحجم الكبير، وحتى فشي بلايص فهاد الاوراق هادو كانوا شي عبارات اللي نوعا ما بحال نقولوا مش داخلين، ولكن بشويه ديال الجهد كان ممكن انه يتقراو هاد الكلمات هادو هاد العبارات هادو. عن روايه احمد ابن اسحاق البغدادي رحمه الله واسكنه فسيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم، الغفور الحليم، خالق الجبال وقاهر الجبابره، ملك السماوات والارض، رافع السماوات بغير اعمده، وفقنا الله يوم النفخ في الصور ويوم العرض عليه، ادخلنا جنته وحفظنا من ناره. كتب سيدي وشيخي العلامه ابن اسحاق في كتابه كنز الرحله بعنوان مدينه الموتى في فصل رحلته الى مصر انه كان غادي في واحد القريه من القرى ديال الصعيد، وكان العيا تمكن منه وغادي يشوف قدامه واحد السور اللي طويل بزاف، وهاد السور هذا متوسط واحد الباب اللي عظيم كبير. غادي يقرب من داك الباب باش غادي يشوف على السور كلمات منقوشه بواحد الطريقه اللي زوينه وكانت مزخرفه. كان مكتوب: يا معشر الانس والجن، لا تقربوا من هذه البلده لان الاهل ديالها نايمين الى ان تقوم الساعه، فاذا دخلتم اليوم فالله يرحمكم، والا ما دخلتوهاش فبلا ما تذكروها لحتى شي حد اخر وتوريو البلاصه ديالها، ولكم على هذا السر يوم الحساب جزاء من عند الله. وغادي يسولكم الله عز وجل كيفاش حتى حافظتوا على السر ديال هذه البلده هذه. هنا ابن اسحاق من طبيعه الحال بحالي بحالو شاو ما قدرش يتمالك نفسه ويجدو الفضول، ربط الناقه ديالو مع السور وغادي يدخل من الباب الحديدي الكبير ديال المدينه وبدا كيتمشى بوحدو. كانت هذه البلده ولا هذه المدينه هذه اللي وراء السور بحال اي مدينه، الحوانت مفتوحين، ولكن الحاجه الغريبه انه ما كاين حتى شي حد فيها. بقى كيتمشى ابن اسحاق مستغرب في هذه المدينه علاش شاد الغرابة هادي. حتى فجأة غادي يخرج من واحد الحانوت واحد السيد كان بالحياة كحلة وطويلة، وكان الجسد ديالو عامر يعني كان صحيح وكان بيض البشرة، وكان هاز في يديه اليمنية واحد العصا اللي كبيرة. جا قصد ابن اسحاق وعرض عليه انه يمشي معاه لدارو ويرتاح عنده. غادي يعرفوا بنفسه انا محمد السلمي، انا هو الحاد ديال المدينه، يعني السيد اللي كيدفن في المقابر. غادي يعاود ليه على القصه ديال هذه المدينه هذه الغريبه، وان واحد المرض غريب هو اللي قتل كاع الناس اللي في هذه المدينه هذه. غادي يدخل هو ابن اسحاق للدار ديالو، من بعد ما جلسوا طلب منه انه يعاود ليه على كيفاش حتى ماتوا الناس ديال البلده كاملين من هذا المرض هذا. وهنا غادي يبدا يعاود ليه السيد واحد القصه اللي كانت غريبه وعجيبه. من سنين طويله كانت هذه المدينه هذه مزدهره، كانوا بزاف ديال التجار من كل بلدان من كل مدن من كل اجناس كيجيو ليها. حتى لواحد النهار غادي يجينا واحد الشاب من فارس، عاوتاني الفرصة عاوتاني. كان سميت هاد السيد الحي ابن القصاب. هاد السيد هذا كان كيقدر يدير العجب، تخيل معايا كان كيقدر يمشي فوق الماء، كان كيجري فوق الهواء، وكان كيقدر يرد الماء يردو عسل. واحد النهار غادي يجمع الناس ديال هاد المدينة هادي وقال لهم: شوفوا أنا غادي نتعامل معكم واحد التعامل اللي مزيان، أنا راه نقدر نحول الفقراء الناس لاباس عليهم، وباش نثبت لكم الصح ديال هضرتي، عطوني أربعة من الناس ديال هاد المدينة هادي وغادي تشوفوا على عينيكم. غادي تقدموا عنده واحد الربعة بحال شي متطوعين، واحد كان سميتو أحمد ابن يزيد، كان هذا كيصوب الزرابي والحصير في المدينة، الآخر كان سميتو يوسف العطار، والآخر سميتو أحمد ابن إبراهيم ابن محمد. واحد الشاب كان باقي صغير فقير تاهو سميتو إسماعيل الحلاج. غادي يطلب منهم هاد الشاب الفارسي هذا أنه يمشيو معاه للدار ديالو ملي كان شرا هنايا ملي نوصل لهاد المدينه هادي، وبالفعل غادي يدوزوا معاه ديك الليله مجموعين حتى الفجر. من بعد الفجر غادي يخرجوا دوك الفقراء الاربعه من الدار ديالو، ولكن الشاب الفارسي ما خرجش معاهم وما بقيناش عاودنا شفناه. كان كل فقير هز في يدي واحد السروت اللي كبيره تاع شي خزنه تحت دار كل واحد فيهم، كانت الخزنه فيها بزاف ديال الذهب بزاف ديال الفضه وشي حوايج اللي نادر دايرها الصنع. المهم الاخير حتى حاجات اللي ثمينه، غادي يدوز سبع ايام بلياليها على هادشي حتى غادي تقاطع الخبر ديال احمد بن يزيد. علاه مشاو عندو شي ناس من الاهل ديال المدينه بحال نقولوا الاقارب ديالو، دخلوا عليه باش غادي يلقاوه كيخرج من الفم ديالو سائل بيض، وكان كيدوي بشي كلمات اللي غريبه بحال كيدوي مع شي اشنو داكشي اللي كان كيدوي معاه ما معروفش، حيت اصلا في هذه المخطوطه هذه ولا هذه الوراق هذو ممسوح داكشي ما باينش. المهم طاح الارض طلعت ليه سخانه بزاف، وبدا كيتشكى بلا شاف في الحلم اربعه ديال الرجال طوال، الوجوه ديالهم كحله صلع الرؤوس وعينيهم حمرين، هزوه وحطوه على واحد الحجره وقرب منه واحد منهم، وعاوتاني ما باينش في ديك المخطوطه اشنو مكتوب. من بعد غادي يذبحوا الراجل من الودن للودن بعد ما قراو عليه كلمات. حاولوا دوك الناس اللي جاو عنده انهم يسعفوه ليه يبردوا ليه السخانه، ولكن والو بلا فائده. ملي قرب الفجر غادي يسمعوا الاهل ديال البلده صوت صفار لواحد الوقت اللي طويل شي شويه، بحال تقولوا الصوت ديال الريح فاش كيكون مجهد وكيدير داك النوع ديال الصفار. ومنين صار داك الصوت غادي يخرج من النيف والفم والعيون ديال احمد بن يزيد شلل ديال الدمعيات، بقى على داك الحال حتى مات غرق في دمعياته. من بعد سبع ايام على هاد الحادثة هادي غادي يوقع لاحمد ابن ابراهيم بن محمد نفس الشيء اللي وقع لاحمد ابن يزيد، وغادي يعاود لينا على نفس الحلم اللي عاود لنا النيت عليه احمد ابن يزيد انهم هزوا اربعه ديال الرجال كحلين وصلح وعينيهم حمرين وحطوه فوق حجره وذبحوه من الودن تلودن. ومع جوي الفجر عاود الناس معنا عاوتاني بحال الصوت الصفار ديال ديك الخطره. غادي يخرج لاحمد ابن ابراهيم ابن محمد حتى هو الدم من فمه، وبقى على ذاك الحال حتى مات. جزء اخر عاوتاني من ديك الورقه ولا المخطوطه ما كانش باين شنو مكتوب فيه، الكتابه مطموسه. سمعنا صوت ديال صفير وعرفنا ان يوسف العطار حتى هو غادي يموت، وبالفعل بدا كيخرج من فمه ونيفه وعيونه دمايات حتى مات هو. طلع علينا ذاك الصباح باش غادي نشوفوا اسماعيل الحلاج خرج من البلده
ناوي يهرب. سولنا فين غادي ولكن ما جاوبناش، الله يرحمه ويغفر ليه تعوه. من بعد سيمانه على هادشي ولا 7 ديال الليالي غادي مرضوا اهل البلده كلهم واحد المرض اللي غريب. كل واحد فينا كيطيح للارض كيبدا يتصرح والدميات كتخرج من الفم ديالو حتى يتوفى الله ويموش. حنا ما كنا فاهمين والو، شنو هو هاد المرض هذا الغريب اللي ضرب الاهل ديال هاد البلده هادي وصفاهم واحد ورا الاخر؟ حتى ما بقيت غير انا وحدي هنايا، وعينات الحكومه المصريه اساس على هاد البلده هادي نهتم بها حتى تجي الحكومه وتوزع الاملاك ديال البلده. غادي يطلب هاد الحاد من ابن اسحاق انه ينعس حيت صافي طاح الليل. غادي يفرش ليه واحد البلاصه وغادي ينعس قريب ليه في الارض نيت. ملي طلعت الشمس غادي يفيق ابن اسحاق ولكن ما لقى حتى شي واحد معاه في الدار. ما لقى قدامه الا واحد جوج الوراق مكتوب فيهم بسم الله الذي لا يضر مع بجواره بل اسمه شيء في الارض ولا في السماء. منين جمع داك الشاب الفارسي اولا الساحر مع دوك الفقراء الاربعه خلاهم يحفظوا هاد الكلمات هادو. سممها طولان فقط شابينا يوهانيت سمسا إليس فيديش. احرق كل من عصى امرك بحق استفار وبيوم عام ياخ وبحياه هيلاخ بحق استفار وبيوم عام ياخ وبحياه هيلع يا من تسمعون في وادي القرنيم بحق سيدكم بحق مقبلكم فوق قيد بن داعش فوق قيد بن داعش فوق قيد بن داعش فدها عاط مسمعيل بق حتى اذا احضرتم احرقكم المولى بحق وصيل مشموه شرطائيل مهوق من خشمه بهدار مخلبيه. من بعد ما حفظ هاد الاربعه الكلمات هادو غادي يشعل شمعه وغادي يحطها وسطهم. قال لهم الا وصل لهيب ديال هاد الشمعه هادي للسقف يعني ان المارين راه حضر. اما الحي ابن القصف فكان جالس بعيد عليهم بحال تقول وخافوا بعيد عليهم الله اعلم. ثم هاد الاربعه هادو كينطقوا كلمات فوق شي واحد حتى سلاو داكشي اللي حفظوه. فجاه الحي ابن القصف بدا كيدوي بجهد اريقا اريقا فليقا فليقا حليقا حليقا اتوني مستكين 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 احضروا اينما كنتم احضروا فانكم محاطين به من كل جانب. سمسائيل الهوام يا حاقوف مخلبي سمسائيل الهوام يا حاقوف مخلبي ارجعوا يا جنود المارد فكم يا حاليق فكم يا حاليق فكم يا حاليق نخدم بهاميل بحق سمسائيل ان تاتينا احضروا يا جنود المارد لتكونوا الجيش الاعظم. الوحي الوحي العجل العجل الساعه الساعه احضروا بحق المخلبي. اللهيب ديال الشمعه في هذه اللحظه هذه غادي يوصل للسقف ديال الغرفه يعني ان المارد حضر باش ينفذ الطلبات ديال هذا الساحر هذا. بقاو في ديك الدار حتى وصل الفجر بلا ما يعرف حتى شنو وقع داخل. الفقراء الثلاثه ماتوا اما الرابع فهرب لدمياط وما بقينا عارفين عليه حتى حاجه حتى بان جزء اخر من المخطط عاوتاني ما باينش. داكشي مطموس. كنطلب منك اخويا قبل ما تكمل الطريق ديالك والرحله ديالك تمشي للمقابر ديال البلده اللي غادي تلقاهم في الاخر ديال الصف ديال الحيوانات شرق البلده وتقرا الفاتحه على الاموات ديال هذه البلده هذه وندعي معاهم بالمغفره. منين سال شيخنا ابن اسحاق القرايه ديال دوك جوج اوراق غادي يخرج من الدار ديال ديك السيد وغادي يقصد شرق البلده. وبالفعل لقى تمايا صف ديال الحيوانات مشى مع ذاك الصف حتى لقى المقبره ديال هذه المدينه هذه. غادي يوقف قدام دوك القبور باش يدعي لصحابها بالمغفره والرحمه. فجاه غادي يلمح واحد الحجره بحال تقولوا هي الشاهد ديال القبر كانت محطوط على واحد القبر كان مكتوب فيها محمد السلمي اللحات ادخله الله فسيح جناته. انا غادي يحس ابن اسحاق بشي حاجه مايش بلا شيء ايوا كيفاش هذا حتى كان كيدوي معايا وهو ميت اصلا. غادي تخلع ابن اسحاق وهرب كيجري حتى وصل الناقه ديالو اللي خلاها مربوطه برا السور. غادي يركب وغادي يتحرك فحالو من تمايا. تلفت باش يضرب اخر طلع للبلده ولكن تفاجئ انه ما كانت حتى شي حاجه لا بلده ولا صور ولا حتى شي حاجه. انا غادي احمد الله وغادي نشكره حيت كتب لي عمر جديد. المهم على اي حال غادي يكمل الطريق ديالو حتى غادي يوصل للقاهره. من بعد ما سال يوسف من القرايه دوك الورقات غادي يحس بتبوريشه غريبه في الجسد ديالو. ما عرفوش بسبب البرد اللي كيكون قبل الفجر ولا بسبب داك الخوف اللي يحس به من قرا دوك الورقات. غادي ينوض من بلاصتو اول حاجه دار هي مشى دخل للتواليت باش يتوضا ليه من بعد ما سمع الاذان ديال الفجر اللي كان من الجامع اللي قريب ليه النيت. داكشي اللي قرا في دوك الورقات بصراحه ما كانش سهل نوعا ما كيخلع بخصوص هو كيقرا في الليل. اثر عليه داكشي وشغل التفكير ديالو بالكامل حتى دخل صلاه الفجر حس براحه نفسيه وخف داك الرعب اللي كان في قلبه. من بعد ما قرا دوك الوراق ما عرفتش علاش كان حاس براسو بحال تقولوا كيعيش دوك الاحداث نيت بنفسه انه هو احمد ابن اسحاق الرحاله. ولكن بلاتي بعدا بلاتي شكون هو هذا احمد ابن اسحاق اصلا؟ ما عمري سمعت به من قبل انايا. ولكن واخا هكذاك غير السميه ديالو كتخليك انك تحترمو. هذا الرحاله كان الاسم ديالو بحال العلماء اللي كنا كنلقاو صعوبه باش نقراوهم في المراجع التاريخيه. كان كافي غير تقرا الاسم ديالو باش توصل لك الهيبه ديال مولاه. غادي تخيلوا الشخص اللي طويل صحيح عريض الكتاف حاد الملامح وعنده كلمه ومكانه بين قومه. بدا يوسف كيفكر هو الفراش ديالو على هاد الشخصيات هادو اللي كان قرا عليهم قبل شي شويه. كانت هاد الاحداث هادو اللي قرا عليها غريبه بزاف وعمرو سمع على هادشي من قبل في شي كتاب قبل ولا في شي مراجع تاريخيه. قال في نفسه ولكن بصراحه الا كانت هاد الاوراق هادو محاوله لتاليف قصه رعب فراه برافو لهذا الكاتب هذا. لو كان عايش في هذا الوقت هذا انا متاكد كان غادي يكون كاتب المشهور. اما الا كانت هذه القصه هذه بصح فراه مصيبه. فهذا الشيء كيعني انه كيمتلك النص الحقيقي للمخطوطه وان كل ما جا في هذا النص هذا هو حقيقي 100%. هذا الشيء غادي يخليه يولي مشهور غادي يولي كاع عالم كبير كيبان في البرامج التلفزيونيه يهضر على اكتشاف المخطوطه النادره هذه. المهم بقى كيفكر وكيرسم في الاحلام حتى دا شويه عينه. قبل ما تدعي عينيه قال عرفتي شنو حتى نفيق حتى يطلع النهار نقلب في هذه المساله هذه مزيان المساله ديال المخطوطه. غادي ننتقل بين الروايه لواحد الجهه اخرى واحد المشهد اللي غريب بزاف. من المعروف ان اللون ديال الرمال كيكون صفر او لا قهوي غامق ولكن باش يكون اللون ديال الرمال بالاحمر
فرا هادي بصح واحد الحاجه اللي غريبه. كان هذا الرمال هادي على هذا البصر بحال ما عندهاش نهايه. فاش غادي تسمع واحد الصوت اللي كيخلع بحال تقول كتسمع الالاف ديال الاشخاص كتعد بدقه واحده ولا حيوان كيتسلخ هو حي. فهاد اللحظه بدا الهواء كيتخلخل بواحد الطريقه اللي غريبه لدرجه ان الرؤيه بدات كتصعب على اللي كيشوف المنظر. دخان كثيف طالع في الهواء، بين هاد الدخان هذا غادي يخرج واحد اللهيب اللون ديالو بيض. شنو هادشي كنشوف دابا؟ لهيب بيض، عمري شفت عافيه بيضه من قبل. فجاه بوح غادي تسمع واحد التفرقيعه اللي كانت قادره تطرطق طرطق الطبل ديال بنادم اللي سمعها. غادي يبانوا جوج جيوش عظيمه بعد على بعضهم البعض، ولي كل واحد فيهم كيجري باش يتقاتل مع الجيش الاخر. كان الجيش الاول كيتكون واحد الرجال عندهم شعر طويل موصل لكل واحد فيهم تحت كرشو، العين ديالهم مشقوقه بالطول كيبان منها لون اخضر مخلوق. اما بالنسبه للحوايج ديالهم فكانت لاصقه على الاجساد ديالهم لدرجه الا مشيتي حتى شفتيهم غادي تقول ان هذا جلد ماشي حوايج. اما بالنسبه للجيش الاخر كانوا سود البشره مصلعين الريوس ديالهم، عيونهم كبيره بزاف لدرجه الا شفتي شي واحد فيهم غادي تقول ان العين ديالهم شاد النصف وجهه. المشكله ماشي في الحجم ديال عينيهم ولكن المشكله في اللون ديال عينيهم اللي كان كحل بالكامل. عينيهم كامله ما فيهاش المومو ديال العين. ايوا كيفاش حتى قادرين يشوفوا؟ صراحة الله اعلم. هادو ما كانوا لابسين حتى شي حاجه عكس الاخرين، كانوا عريانين ولكن الشعر الغزير كان مغطي جسدهم بالكامل، ومن فمهم كان كيخرج داك الصوت اللي شبهنا قبيله انه حيوان كيتسلخ هو حي. بداو الجيشان كيقربوا من بعضياتهم بواحد السرعه اللي كبيره. شنو غادي يوقع دابا؟ ولكن بلاتي شنو دخل هادشي في القصه ديالنا حنايا دابا؟ يمكن من بعد غادي نفهمو. غادي تسمع الصوت ديال الاذان ديال الظهر من المسجد القريب لداريوس باش غادي يطير عليه الناس شويه شويه. حاولي رجعي نعس مره اخرى راه تكشف حالك حتى هكذا ولكن والو بلا فايده. حاولي تقلب الجهه الاخرى زعما باش يزيد يغمر شي شويه يربح شويه ديال الوقت ولكن كل المحاولات ديالو كانت فاشله. كيف ما عارفين الناس كيجي وقت ما بغا وكيمشي وقت ما بغا. بدا يوسف كيحل عينيه بشويه، النعاس صافي طار عليه. كيف ما عاد فاش كيفيق الصباح كيمشي كيدخل الحمام كيدوز فيه نص ساعه عاد باش كيخرج ضاحك ومبتسم. بحال فاش كيدخل تما يا بنادم كيخرج بنادم، شنو كيوقع في ديك نص ساعه داخل الحمام؟ الله اعلم. ولكن على اي حال اللي عارفين انه ما كيخرج من الحمام حتى كيتوضى. من بعد ما سال يوسف من الطواليط غادي يخرج مشى لبيتو باش يصلي صلاه الظهر. من بعد يمشي للثلاجه يحلها قلب على اي حاجه ياكلها، كان اللي حط عليها يده مشات لفمو. هذه اصلا عادته منين كان صغير اللي ضربوا عليه كرشو. غير كيفيق من النعاس اللي كيلقاه قدامه كياكلها. من بعد ما كلا غادي يمشي لجهه البيسي ديالو اللي في الصالون اللي حط في الصالون وفتحو باش يبدا حياته الروتينيه الممله عاوتاني. بحال شي واحد كان فاقد الذاكره ديالو عاد رجعت تنقص من بلاصتو فاش تفكر اخر حاجه دارها قبل ما ينعس البارح. عيني غادي يوسعوا بالزربه غادي يجيب داك الورق اللي كان شرا مصر الاسباكيه. واول حاجه دارها ولي خصها دار كيف ما عارفين دخل لجوجل وبدا كيقلب على اي معلومات كتخص القصه ديال البارح. فكر شنو غادي يكتب في البحث فما جا في باله الا انه يكتب ابن اسحاق. فعلا غادي يكتبها والقبيله جميع المواقع اللي طلعت ليه كتهضر على ابن اسحاق اللي كتب كتاب سيره ابن اسحاق اللي كيتكلم فيه على السيره ديال النبي صلى الله عليه وسلم. حاول يقلب مره اخرى ولكن هذه المره غادي يكتب السميه كامله احمد ابن اسحاق البغدادي. غادي يطلعوا ليه نتائج البحث. اول ثلاثه ديال المواقع طلعوا ليه كانوا كيتكلموا على اشخاص في السميه ديالهم ابن اسحاق او البغدادي. اما الموقع الرابع اللي تخليه ديريكت اول ما طحت عيني عليه كان مكتوب فيه عنوان بالخط العريض موضوع اساطير العرب ومقارنتها مع الواقع الموضوع. كان مكتوب فيه على الاساطير ديال حياه العرب في الباديه وعلاقتها بالجن. وفي واحد الجزء مكتوب ننتقلوا دابا الاسطوره العربيه ديالنا اللي ما خداتش حقها مشهوره بحال باقي الاساطير الاخرين. هاد الاسطوره اللي هو الرحاله احمد بن اسحاق البغدادي واللي كان رحاله كيجوب الارض من شرقها لغربها بلا ما يمل ولا يعيا. كاينين مراجع متفرقه كتبت عليه انه كانت عنده حكايات متعلقه بالسحر والصحارى، ومن اشهر هاد الحكايات هي الحكايه ديال مدينه الموتى اللي ذكرها في كتابه كنز الرحله، واللي كتب عليها انها واحد المدينه اللي خاليه ما فيها حتى شي بشر وانه لقاها في طريقه للقاهره. هاد المدينه هذه اللي بنت ليه فجاه وبات فيها ليله وغبرات فجاه. هو هادشي اللي خلى الوالي ديال القاهره انه يحرق ليه الكتاب ديالو كنز الرحله وكتاب غواص اللؤلؤ حيت اتهمو بالسحر والدجال. وعلى ما كيتقال انه غبر من بعد هادشي وما وصلنا من خبره والو غير ديك المدينه اللي كتب عليها في الكتاب ديالو. في الحقيقه كثر القيل والقال على هذا الراجل هذا. طبعا الهضره منها اللي صحيحه ومنها اللي غير كيشوه السمعه ديالو هضره وصافي. دخل يوسف الموقع اخر باش غادي يلقى الرحاله احمد بن اسحاق البغدادي. تولد في ميميبسا ولكن عاش اغلب عمره في بغداد، داكشي علاش تسمى بالبغدادي. قرا الفلك والطب ولكن ما كانش في المستوى ديال الطب بنفس المستوى اللي كان في الفلك. الف هذا الرحاله هذا جوج ديال الكتب واللي هما غواص اللؤلؤ واللي اهتم فيه بالفلك والكواكب. اما الكتاب الاخر كان سميتو كنز الرحله واللي ذكر فيه بزاف من الرحلات العجيبه ديالو. وما وصلنا من هاد الكتب ديالو الى الفتات وشي مخططات اللي قليله بسبب حرق الوالي للكتب ديالو واتهامه انه كان ساحر وكيتعامل بالسحر والشعوذه. وفي النهايه ديال الامر اختفى بحال سرطات الارض. هنا غادي يوقف الشعر ديال يوسف. اذا كان بصح هادشي اللي مكتوب على هاد الورق هذا صحيح فهادشي معنيته حاجة واحدة، أنه دابا هو الوحيد في هذا العالم هذا اللي عنده النص ديال المخطوطة في ابن إسحاق. خدا يوسف، في الورق وبدا كيقلب فيه والأفكار كتسرع داخل دماغه. إلا كانت هذه المعلومات هذه صحيحة، هادشي معنيته أنني كنمتلك المخطوطة الأصلية. عاود يوسف قلب الورق بيديه هو ما متيقش راسو. هذا الورق هذا كان كبير على اللي معروف كيستخدموه الناس في الطباعة ولا الكتابة. هادشي طبعا بلا دوك الحروف والعبارات اللي تمسحوا وتداخلوا مع بعضياتهم، واللي كتبين أن المداد اللي مكتوب به الكلمات هادو تأثر وتمحى اللي تمحى منه. أو شنو على داك الخيط اللي جمع به دوك الأوراق؟
حاجه باينه ان هادشي قديم، قديم من زمن اللي قديم بزاف، يعني ماشي من زمن الطبيعه ديالنا. بلاتي بدا يوسف كيضحك على راسو، كيضحك على راسو بجد. بلاتي كيفاش حتى ما رديتش البال لهاد القضيه هادي؟ الكتابه على الورق راه مكتوبه باليد ماشي مطبوعه، كلمات كبار كلمات صغار، الريحه ديال الورق وحتى الملمس ديال الورق. كيحاول يلقى اي عذره باش يكذب هادشي اللي وصل ليه، ولكن لا مفر، خاصو يتقبل الحقيقه. صافي، الحقيقه ديال انه طاح في مخطوطه نادره، نص المخطوطه الاصليه ديال ابن اسحاق. غتنتقل بنا الروايه لواحد الصباح من بعد ما اكتشف يوسف انه ربما طاح في النسخه الاصليه ديال مخطوطه ابن اسحاق. الشتا كانت كطيح، والشعور ديال الفزوبيه والبلل بين الطلاب. ما تنتاش من طلاب الله يهديك. نسيت ما قلت لكم بلي حنايا حاليا في جامعه. الصراحه ما نقدرش نذكر سميتها باش بلا ما نوصلوا المحاكم والتشهير. المهم نعطيكم تلميحات، هي احدى من اشهر الجامعات في مصر، وبلا ما تسولوني علاش مشهوره، هادشي عارفون الطلبه ديالها. كتلقى مجموعه من الشباب واقفين كيدويو في شي مواضيع اللي هما بريوسهم عارفين عليها حتى شي حاجه، امور اللي تافهه واللي ما تستحقش اصلا انهم يضيعوا الحجر عليها ويهضروا عليها. ولكن خليونا من هادشي، في كاع الحالات كيلقاو الطلاب في الجامعه متنفس لحياتهم. طبعا لان الجامعه ماشي العلم فقط، فيها قهاوي، فيها مطاعم، فيها نادي اجتماعي، وفيها اصحاب القيطاره. ولكن شنو دخل الهضره على الجامعه في القصه ديالنا من الاساس؟ على ما كيبان ان البطل ديال القصه عنده صله بالجامعه، ماشي صله قرابه من طبيعه الحال، ولكن باغي نقصد انه كيمشي ليها، غير هو ما عرفناش علاش كيمشي ليها بالضبط، واش كيمشي للقرايه ولا كيمشي باش يرفعها على راسو. ولكن الحاجه المؤكده انه كيمشي ليها. كان يوسف طالب في السنه الثانيه في كليه الحقوق، ولكن دابا حنا كنشوفوه بعينينا كيتمشى جنب دوك المباني اللي كتميز بها الكليه ديال الاداب. كان كيقلب بعينيه بين الشباب والتجمعات على شي واحد. حتى شويه غادي يسمع نورتي كليه الادب وما جاورها. يا با يوسف فين هاد الغبور هادي، توحشناك اصاحبي. كانت هادي عباره من واحد الشاب وقف في واحد الممر، رد عليه يوسف ممدوح شخبارك اصاحبي. كانوا بجوجهم كيتمشاو في اتجاه بعضياتهم حتى غادي يتلاقاو في النص ديال الطريق. كان كل واحد فيهم رسم على الوجه ديالو واحد ابتسامات مجامله، غادي يسلموا على بعضياتهم بيديهم. هاني مزيان كلشي بخير هو هذاك، الحمد لله. والله الا توحشناك با يوسف، مده ما زرتينا. رد عليا يوسف انا توحشكم، كنتين جايين نزوركم. قول لي ما بالكش شي حد من الكليكه ديال حميد؟ قال لي ممدوح غالبا غادي يتقام في البيفيت. قال لي يوسف واخا انا غادي نخليك دابا، انا خاصني نمشي عندهم من بعد ما نرجع من البيفيت، ديك الساعه نتلاقى ونهضر معاك. كان يوسف غادي عند صحابو والداخل ديالو كيدوزو شي افكار اللي كيضحكوا بصراحه. كانوا افكار متعلقين بالمستقبل ديال صحابو هادو، الطلبه هادو منين غادي يتخرجوا شنو غادي يديروا، فين غادي يخدموا، شكون اللي غادي يقبل عليهم. مازال بعد الطلاب ديال القانون، الطلاب ديال التجاره راهم عارفين المستقبل ديالهم، ولكن دابا شنو على هذا اللي يدير ادب؟ غادي تخيل يوسف واحد من صحابو تخرج ومشى يقلب على خدمه. ملي سولهم واش الشركه على الخبرات ديالكم المؤهلات ديالكم وباش غادي تفيد الشركه ديالنا، غادي يجاوبوا بان المؤهلات ديالو اداب قسم التاريخ. غادي يضحك يوسف خاطرو من داك المشهد، حاجه باينه وكلشي عارف شنو هي الاجابه ديالهم للشركه. شكون هذا اللي بغى يقبل بشخص ما عنده حتى شي خبره في الشركه ديالو؟ اجازه في التاريخ، فاش غادي ينفع التاريخ هاد الشركه هادي يا سيدي؟ من غير لك مول الشركه باغي يقري شي واحد من ولادو التاريخ، هذه حاجه اخرى. دخل يوسف للبيفيت وبدا تيقلب عيني اليمين واليسر حتى غادي تبان لي واحد الكليكه مكونه من سبعه. كان واحد فيهم كيهضر وكيحرك يديه ومنفعل بحال تقول له كيهضر في شي حاجه اللي مهمه. غادي يقرب منهم يوسف وهو مبتسم واحد الابتسامه اللي خفيفه، وكيفكر الايام اللي دوز مع الطلبه هادو. من بين السبعه هادو خمسه كان كيعرفهم الاعداديه وانتقلوا معاه للثانويه مجموعين، وهكذا كانوا اكثر من الصحاب، بل كانوا خوت كاع. داكشي علاش واخا يوقع اللي بغى يوقع، واخا يتخاصموا كيرجعوا لبعضهم وكيتصالحوا في الاخر. بقى يوسف كيقرب منهم بلا ما يردوا ليه البال، حتى ما بقى بينه وبينهم والو، تقريبا غا خطوه وقف عليهم ديك الوقفه ديالها، زعما انا وقفت عليكم. واحد من صحابو غادي يشوف فيه وغادي يعلم الاخرين، ها هو جا، غادي يرحبوا به. اهلا سي يوسف، تحيه كبيره للسيد المستشار يوسف، جابك لهنايا، جابك الكليه ديال الاداب. المهم بقاو شادين فيه، تبارك الله المستشار ديالنا، تبارك الله المحامي ديالنا، تبارك الله القانون ديالنا، القاضي ديالنا. المهم غادي يسلم عليهم وغادي يجلس. نسيت بعدا، نسيت ما عرفتكم على الاصدقاء ديال يوسف هادو. الخمسه ديال الاصدقاء هادو ديالو المفضلين، الاول كان سميتو محمد اسماعيل، طالب اداب في قسم التاريخ، كان بيض البشره، عنده واحد شويه ديال المستاج وواحد شويه ديال الكويديما. الا شفتي غادي تسال واش نسى ميحسنهم ولا يلاه ناوي يربيهم. ولكن بصراحه كيخليوه يبان ان السيد ما تم بقرايته وان المظهر ماشي مهم بالنسبه ليه. الجسد ديالو ضعيف ونحيف بزاف، مره تقول هذا يكمن مريض بشي مرض، مره يبان لك الجسد ديالو مزيان وطناسك ما تعرف منين شدو. اما الملامح ديالو نوعا ما كانت طيبه، كتخليك اول ما تشوفه تقول هذا ولد الناس. الثاني كان سميتو مصطفى اسامه، حتى هو طالب بقسم التاريخ، اما المواصفات ديالو فراه من الصعيب اصلا انك توصفو، حيت بصراحه ما فيه حتى شي حاجه اللي مميزه اللي تقدر تخليني انني نوصفو لكم. كتلقى بحالو في الزنقه عند مول الحانوت، في الشارع، في الطوبيس، في الطاكسي، طل دابا مش ترجم تلقى بحالو. ولكن على اي حال نحاول نقربو لكم ونوصفو لكم. الشعر ديالو كان شعر عادي، ما تعرفو رطب ولا حرش، اما اللون ديال البشره ديالو فكان قمحي، ما طويل ما قصير، ما غليظ ما رقيق. تقدر تشوفو مره بالنظر ديال الشوف، تقدر تشوفو مرات بالنظر ديال الشوف، مره يديرهم مره ما يديرهمش. المهم
لائحة باختصار الوجه ديالو مقبول. ثالث سميتو أحمد محمد عبد الحميد، مع مصريين عندهم سميات طوال. طالب السنة الثانية في كلية التجارة. إلا شفتي غادي تحلف بالله ما عنده علاقة بهذا السيد هذا بالتجارة. طول العام هو في الكلية ديال الآداب، القسم اللي بان ليه فيه البلان تيدخل ليه، باغي غير يضحك ويلعب ويدوز الوقت وصافي. لا والمشكلة ماشي هنايا، سمع المشكلة فين كاينة. كان كل عام كينجح وبميزة جيد من الفوق، كيفاش كيدير ليها؟ الله أعلم، ما تفهمت حاجة. يا إما السيد هذا عبقري أولا كلية التجارة ولات سهلة سلم الابتدائي كاع. وهادشي اللي مخليني مقتنع نقول انه ربما عبقري، حيت كيف ما عارفين الكليه ديال التجاره مستحيل تكون سهله. المهم نوصفوا لكم نقربوا لكم حتى شي شويه. اللون ديالو كان ابيض البشره، من النوع اللي الا شافوه البنات كيقولوا عليه زوين وكيقولوا عليه فرفور. هاد اللقب هذا كانوا كيقولوا عليه الدراري صحابي ملي كيشوفوه غادي مع البنات. ولكن باش نكونوا صريحين وما نكذبوش، هو واحد الانسان اللي بعقله عمرو استغل شي بنت في شي حاجه اللي خايبه ولا شي حاجه بحال هكا. كان ديما كيخلي بحال تقولوا حواجز بينه وبين البنات واخا زوين. وعلى عكس صاحبو اللي مره لابس نظاظر، هذاك كان كيلبس نظاظر ديال الشوف اللون ديالها غامق، وهادشي عاد ما زاد الوجه ديالو وسام على الوسام اللي هو عليها. كان طويل الى وقتي قدامه تحشم كيفاش نتايا كتبان قدامه قصير. الرابع كان سميته حميد رزق، ولكن في الواقع كلشي كان كيعيط ليه المهيس، هذا بحال تقول هو الاسم ديال التدليل ديالو. طالب ديال اللغه العربيه، واخا صحابو ديما مصدومين منه كيفاش كيقرا اللغه العربيه واللغه ديالو كامله معيار وزبان. كيقولوا عليه صحابو الا مشى حتى تخرج ولا استاذ ديال اللغه العربيه غير غادي يخرج على دوك الطلاب اللي غادي يقريه. كان هو قصير شي شويه، الشعر ديالو رطب، اللون ديال البشره ديالو قمحي. انا عارف بلي هاد المواصفات هادو ما غاديش يخليكم تميزوا على غيره، ولكن الا بغيتو تميزوه وتعرفوه وتقلبوا عليه بين صحابو ما عليكم الا حاجه واحده، قلبوا على شخص من الوجه ديالو بين انه ما مسوقش وديما كيندغل مسكه. كان كيحسب لي مسكين انه بهاد الحركات هادو غادي يجيب الاحترام لراسو. الخامس كان سميتو اسلام جمال، هذا طالب فين الله اعلم، كل مره فين كيبان لي، كل مره داخل مع قسم تاع هو، مره هو مع اصحاب الجغرافيا، مره هو مع اصحاب الفلسفه، مره هو مع اصحاب التاريخ، ما تعرف منين شدو. كان كيعرف كل شيء ديال المعارف بزاف، هو من داك النوع في لافاك اللي كيكون الا خصك شي ورقه خصك شي ملف خصك شي حاجه غير سير قصدو يقضي لك الغرض، حيت ديال العلاقات مع الموظفين ديال الكليه طلاب سيكوريتي كلش. كان بان واحد الوقيته في قسم اللغات الشرقيه كيدوز معاه الامتحانات، هادشي كيبين واقيلا انه كيقرا في قسم اللغات الشرقيه. كان طويل صحيح عامر، شوفوا شكون كيترين الحديد، واخا هو بصراحه ما كيتريني ما والو، ابيض البشره عينيه عسليين. اما دوك جوج اشخاص اخرين اللي واقفين معاهم فهما رانيا ورباب، واللي بصراحه ما عارفش عليهم بزاف، ما عارفش علاش من القسم محسوبين. المهم بقاو مجموعين وكيضحكوا، اللي قال شي نكته كيضحكوا عليها واخا اصلا ما كتضحكش، كانوا كيضحكوا على مولاها. حتى غادي نوضوا دوك البنات استاذنوا ومشاو فحالهم حيت قالوا انهم عندهم شي محاضره دابا. هنا غادي يدخل يوسف مع صحابو في الصح. بغيتكم تعرفوا واحد الموضوع، شي ثلاث ايام تقريبا وانا مبرزط مع واحد الحاجه، ما عارفش بصراحه شنو الحل ديالها. قال لي اسلام السخريه شي حب جديد هذا عاوتاني ولا شنو؟ رد حميد على اسلام واقع، ماشي وقت الضحك هذا صاحبي، خلي الدري يهضر. غادي يدور عند يوسف وقال له هضر يوسف مالك ما خلاتك صاحبتك من بعد ما كانت موعدك بالزواج. قال لهم محمود لا، المشكله هي اللي خلاته هو حامل. بقاو كيضحكوا عليه وشادين فيه من هنا وشادين فيه من هنا، يا ديك عايش ورد عليهم احترموا راسكم شي شويه. جاوبوا مصطفى هو كيضحك عليه وطنز عليه، واش شفتوا عليك يوسف ما تعصبش، الا ما فكرتيش في راسك فكر في ذاك البيبي اللي في كرشك. يوسف بصراحه ما عجبتوش هذه البساله هذه، نوض باش يمشي في حاله، ولكن غادي يشدوا صحابه قال لها صافي كنضحكوا معك. قال لهم يوسف انا جيتكم على واحد الموضوع اللي مهم وانتم كتستهزؤوا بيا ولا شنو؟ رد عليه اسلام هو باقي كيضحك عليه وكيطنز عليه، لا سديش علينا لقلقناك بهذا الضحك الباسل ديالنا، راني عارفكم برصطات الايام هادو، ولكن راه عادي هكذا كتكون الايام الاولى ديال الحمل وغادي تفرقوا عليها عاوتاني بالضحك، ولكن في هذه المره هادي حتى يوسف ضحك معاهم. من بعدها غادي يدخل معاهم نيشان في الموضوع، ما لقيتش واحد المخطوطه اللي نديرها بزاف. قال لي محمود واخا شنو هي المخطوطه بعدا وعلاش كتهضر؟ قال لي يوسف هاد السنوات هادي كامله وانت طالب في قسم التاريخ وما عرفتش شنو كتعني مخطوطه. باز ليك اخويا انا ما عرفتش اش قراو في هاد الجامعه هادي. تما بدا كيعاود لهم يوسف من الوقت اللي مشى للسور الاسبكيه حتى قلب في الانترنت على المعلومات على ابن اسحاق البغدادي. راه بقى كيعاود لهم يوسف على نيتو، يعاود لهم قلبت وكذا وقلبت هنا وقيت في هذا الموقع لقيت في هذا السيت وكذا. من بعد ما شرح لهم التسلسل بدا كيشوف في الوجوه ديالهم باش يشوف واش اثرت فيهم هذه القصه هذه ولا لا. محمد وحميد باينين من الوجوه ديالهم انهم اصلا ما تيقوش، بين انهم كيقولوا في الريوس ديالهم هذا كذاب واش من كذاب. اما الاخرين بين على الوجوه ديالهم علامات التفكير، حتى هما على جولوش تقريبا ما متيقينش. قال لهم يوسف بغيت الراي ديالكم في هادشي شنو بان لكم، يمكن راه عندي المخطوطه الاصليه هو يمكن تكون ماشي اصليه ولكن الموضوع يستاهل صراحه نقلبوا فيه. داكشي علاش قولوا لي شنو بان لكم شنو الراي ديالكم. رد عليه حميد بصراحه موضوع غريب هذا، غريب وغريب بزاف، انا شخصيا كنت كنتسنى منك في الاخر تقول لنا شاركتوا معنا في كاميرا خفيه ولا شي حاجه بحال هكذايا، ولكن كيبان لي واقيلا انك كدوي بالمعقول. رد عليه يوسف ثق بيا صاحبي واش هادشي ديال الضحك 100% راه ما كنكذبش عليكم، راه هاد اليومين هاد اللي
قبل دوزتها كامله كنقلب على هذه المخطوطه هذه في الانترنت، ما كثرش ما جمعت المعلومات من هنا ومن هنا الراس ديالي غادي يطرطق. رد علي حميد صاحبي الله يهديك، الانترنت راك عارفو نتايا كل غادر اخويا وصافي، اي واحد يقدر يحط فيه معلومات كيف ما بغات تكون واخا ما تكونش اصلا صحيحه. حرا قليل اللي باحث ديال بصح وكيضرب تماره ديال بصح باش يحط لك معلومه في الانترنت اللي صحيحه. قال لي يوسف ولكن منين كيتذكروا الاشخاص المصادر والمراجع فهادشي كيعني بلا المعلومه صحيحه وحقيقيه، او لا لا الاقل ممكن تكون المعلومه قريبه للصح. غادي تسكتوا كلهم بداو كيدوروا فريسون، بصراحة عنده الحق. غادي نكمل يوسف الهضرة ديالو، المهم أنا من الآخر جيت عندكم باش تعاونوني، خصوصا أنت محمود وأنت يا مصطفى، حيت أنتوما كتقراو في قسم التاريخ وربما تعاونوني بشي حاجة. غادي تبس مصطفى واحد الابتسامة اللي ساخرة، بين ما غادي يقول محمود كنتخيل راسي غادي لعند شي أستاذ من الأساتذة ديالنا اللي راسو شي بكثرة القراية. غادي نمشي عندو نقول له السلام عليكم أستاذ، صاحبي راه لقى واحد المخطوطة مليوحة على واحد الطروطوار وشرا ب 10 ديال الجنيهات، غادي يقاطعو يوسف. صور اسباكيه، صور اسباكيه عفاك ماشي تروطوار، تروطوار خليه لي ما عنده حتى شي علاقه بالموضوع. قال لي محمود واخا ماشي مشكل صور اسباكيه، ولكن تيق بيا فاش غادي نقول ليه شنو غادي يدير ليا؟ راه غادي يعاقبني ما غادي يخسر عليا والو، من غير انه غادي يخليني معاه طالب في هذه الكليه هذه عمره غادي يفاليدي لي البواد ديالي حتى يموت. ما خدامش هذا الشيء يوسف، غنسنس عليك الموضوع. قبل ما يرد علي يوسف قال لهم مصطفى بلاتي كاين واحد الحل محمود، علاش ما سولوش شي واحد من الاساتذه ديالنا على هذا الموضوع هذا ولكن بشي طريقه غير مباشره؟ نديرو ريوسنا اننا تصادفنا مع الموضوع صدفه في على شي موقع من مواقع ديال الانترنت وبغينا نسولو وصافي، ولكن المشكله ماشي هنايا، المشكله في انك غادي وحدك في الطريق هذه ديال الحقيقه ديال هذه المخطوطه، وبوحدك راه غادي تستغرق واحد الوقت اللي طويل طويل بزاف، ماشي بحال جبتي المخطوطه وعطينا الاستاذ الجامعي في يدينيش باش يقراها ويتاكد، ولا شي جهه عليا ولا احد الباحثين. طبعا هما عندهم المصادر ديالهم وغادي يقدروا يعرفوا الحقيقه ديال المخطوطه هذه بالزربه. هرت عليهم يوسف واش كيحسب لكم ما فكرتش فيها شي من قبل؟ ايوا علاش ما طبقتيهاش فاش فكرتي فيها؟ فكره مزيانه هذه. لا 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 هذه ما فكره ما حتى حاجه، المخطوطه الا مشات تطاحت بين يدين شي واحد راه باينه، اول حاجه غادي يديرها هو غادي ينكرني وغادي يخرجني انايا كاع من الموضوع، وغادي يقول انه هو اللي لقاها هو اللي كتشفها، غادي يصدق هو مشهور على ظهري انايا. اما الا قدمتها انايا ونقول اسيدي كانت مزوره فراه عادي ما كاينش شي مشكل اصلا. غادي نقز احمد اللي هو الطالب ديال التجاره باش ما تنساوش، صافي لقيت راس الخيط اللي غادي يخلينا نعرفوا واش المخطوطه هذه حقيقيه ولا مزوره. يوسف قال انه واش المخطوطه من شي محل في صور الاسباكيه. قال لي يوسف معلومه جديده هذه ما كانتش في خباري. ايوا علاش ما ترجعش عند مول هذا المحل هذا وتسولوا على مولاها ولا تسولوا على قضيه هذه الاوراق هذه ولا كيفاش حتى وصلوا لعنده ولا شكون اللي باعهم ليه؟ ما تعرف هو نيت اللي يكون وارثهم من جدوده ولا والديه ولا شي حاجه بحال هكذايا. المهم الا مشيتي عنده وسولتي راه غادي يعطيك راس الخيط. غادي تلاح يوسف على احمد وغادي يعنقو بدا كيبوس فيه. بالرغم من ان هذه الفكره هذه كتبان ساذجه الا ان يوسف ما عمرو فكر فيها. عبقري انت صاحبي ما عرفتش علاش ما طاحتليش هذه الفكره هذه في راسي. اخيرا لقيت الحل، اخيرا غادي نعرف الحقيقه ديال المخطوطه هذه. غادي يقول يوسف مصطفى ومحمود انتم راكم عارفين شنو غادي ديروا، غادي تمشيو تسولوا لي شي استاذ جامعي ديالكم ديال التاريخ على ابن اسحاق وشكون هو، وعلاش المخطوطه نادره كتبها وشنو المحتوى ديالها، واش كاين شي احتمال باننا نلقاو نسخه منها ولا نلقاو النسخه الاصليه اصلا او لا. غادي نوض يوسف وقال لهم اما انا غادي نمشي نرجع للصور الاسباكيه، غادي نسول مول المحل على المخطوطه هذه كيفاش وصلتو وشكون عطاها لي ومنين شراها، وهاد التليفون بيناتنا خلاص، لا لقيتو اي حاجه وصلتو لاي حاجه صونيو عليا. غادي يقول اسلام ليوسف بلاتي يوسف بعدا واش انت متاكد من الوصف ديال ديك المخطوطه؟ زعما واش الورق ديالها يعني ما يكونش ورق عادي بحال اي اوراق بحال الاكاط؟ جاوبوا يوسف هانتوما غنصبروا، فاش تجيو عندي للدار غادي تشوفوها بام عينيكم. حليقا حليقا فليقا فليقا اريقا اريقا اتوني مستكين 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 احضروا اينما كنتم احضروا فانكم محاطين به من كل جانب سمسائل الهوام يحاقوا في مخلبي سمسائل الهوام يحاقوا في مخلبي ارجعوا يا جنود المارد ارجعوا يا جنود المارد. على ما بين لي ان المشاهد الغريبه كاع ما غادي تسالي في هذه القصه هذه ولا هذه الروايه، انا غادي نوصف لكم المشهد الحالي وليكم نتوما الحكم. حنايا دابا في واحد المنطقه جبليه بغينا نستكشفوا هذه المنطقه هذه اكثر، غادي نقولوا كاين واحد الشلال ديال الماء كيصب فيها، وبلا ما تسولوني كيفاش وصل الشلال ديال الماء لهنايا حيت انا براسي غير كنوصف لكم وما عارفش. كان الضو ديال القمر مخلي هذه البلاصه هذه المظلمه تبان مرعبه ديال بصح ماشي رومانسيه، ولكن بصراحه بيني وبينكم حتى لدابا ما كاين حتى شي حاجه غريبه ولا مرعبه، ولكن بلاتي بعدا واش شايفين هادشي اللي كنشوف؟ جنب داك الشلال في الداخل ديال دوك الصخور كاينه واحد التقبه كتشبه بحال تقولوا التقبه ديال شي كهف، فوق هاد التقبه ولا الفتحه كانت شي كلمات منقوشه بواحد اللغه اللي غريبه ما عرفتش شنو هي، ولكن على ما بين ليا مربعات خطوط متفرقه على بعضها. بلاتي شنو هادشي كنشوف دابا؟ كون كان شي واحد اللي شاف هادشي بلاصتي لو كان مات الله يرحمه من الخوف، غادي تسمع واحد الصوت طنين كيتزاد شويه بشويه لدرجه انه كان غادي يفرقع عليا الطبل ديال ودني، فجأة بوف غادي تفرقع واحد التفرقيعه صغيره داخل ديك التقبه ديال داك الكهف، غادي يبانوا ثلاثه ديال الرجال في هذه اللحظه هذه قدام ديك التقبه ديال الكهف. لا لا بلاتي قلت رجال واقيلا، لا لا هادو ماشي رجال، ما نظنش محال واش كاين رجال بهذا الطول هذه ولا ابن ادم اصلا بهذا الطول، وحتى من اللون ديال الجلد ديالو ماشي لون بشري، اللون ديالو احمر. هاد الوصف هذا اللي عطيتكم
غام اللور حيت هما اصلا عطيني الظهر. اما الوجوه ديالهم باقي لحد دابا ما شفتها، ولكن على ما بين لي واحد فيهم هو القائد، اما جوج الاخرين غتابعينهم اللور واحد الخشوع. وهو داخل الكهف مع اللي معاه غادي يلمح واحد الحاجه اللي غريبه، ما عرفتش واش الضوء ديال القمر هو اللي مأثر عليه ولا بصح مجرد ما دخلوا للكهف دوك الكلمات المنقوشه تلقات بحال خرج منها ضوء ساطع. اما دوك الثلاثه كل واحد فيهم لمحت خرج من تحت حوايجه واحد الدليل. وحنا دابا داخل الكهف، انا غادي نوصف لكم داخل الكهف كيفاش دايروا شنو شفت فيه. كل الكهف كله اضواء حمراء وبيضاء، ما عرفتش المصدر ديالها ولكن مضويه مزيان. وفي اخر الكهف ليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شنو هادشي كنشوف. في اخر الكهف كاين شي حد جالس مربوط بالسناسل من يديه، دوك السناسل منقوشه بواحد النقش اللي غريب، يمكن كيشبه داك النقش اللي كان منقوش برا الكهف. هاد الكائن هذا بصراحه ما عرفتش كيفاش نوصفه لكم، تيخلع واحد الخلقه مخلوق فيها غريبه كتخلع، وما تقدرش اصلا تطول فيه الشوفه باش تقدر توصفه. الجسد ديالو كبير بزاف وطويل، الطول ديالو كيعادل الطول ديال جوج ديال الرجال طوال. اما اللون ديال الجلد ديالو فكان كله كيمل اللون ديال الاحمرار، واما الوجه ديالو فكان واحد الوجه اللي طويل. ولكن بلاش ماشي داك الوجه الطويل اللي كتعرفوه، الوجه ديالو طويل بزاف تقريبا شي 40 سنتيم، وكان مضغوط للجناب واحد الدرجه اللي غريبه. اما العينين ديالو فكانوا مشقوقين في الطول، ما تقدرش تعرف اشمن لون حيت اصلا ما تقدرش تطول تشوفه فيهم. اما بالنسبه للفم ديالو فكان كبير وواسع، الفتحه ديال الفم ديالو واصله لعدو ودنيه، ولا مشى حتى ابتسم غادي يوصل فمه لودنيه اللي كيشبه الودنين ديال العود او صغار شويه.